بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول التجاري، أهلاً ومرحباً بكم في قناة الأستاذ للمواد التجارية. معاكم الأستاذ حسن برمو، كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة، وموجه أول محاسبة سابق. النهاردة إن شاء الله بنستكمل مع حضراتكم باقي منهج محاسبة الصف الأول. النهاردة هنشرح إن شاء الله الحصة الرابعة، وهنغطي فيها ثلاث موضوعات: الديون المعدومة، وطرق وفاء الديون، سواء طرق وفاء الديون نقداً أو بشيكات، ثم عملية تحصيل الإيرادات على بركة الله. طيب، بنقول النهاردة هنتكلم فين؟ محاسبة الصف الأول التجاري الحصة الرابعة. إيه الموضوعات اللي هنشتغلها أو نغطيها النهاردة؟ الديون المعدومة، طرق وفاء الديون سواء نقداً أو بشيكات، ثم تحصيل الإيرادات. طيب، قبل ما نتكلم عن حاجة حبايبي كده لازم نفهم حاجة. أنت طالب لسه أو أنت طالبة في أولى تجاري، لسه يا دوبك بتخطو خطوات ماشي بسيطة في الأول كده. من البداية عشان تفهموا المحاسبة صح لازم تحط في عقيدتك حاجة: أنا عندي حساب اسمه حساب الخزينة وحساب اسمه البنك. الخزينة والبنك، أعتبروا الخزينة والبنك دولي حصلتين، حصلات زي الحصالة اللي أمك بتحوش لك فيها الفلوس. الخزينة والبنك حصلتين، بس الخزينة حصالة قريبة من إيدينا، تحت إيدينا. الخزينة اللي هو الصندوق اللي هو الدرج بتاع الراجل اللي بيحط فيه فلوسه، تمام؟ طيب، والبنك بقى دي الحصالة بتاعتنا اللي بعيد عننا شوية، اللي هي فلوسنا اللي موجودة في الحساب الجاري أو حساب الإيداع اللي موجودة في البنك. خد بالك من الكلام، الخزينة والبنك حصلتين، تحط فيهم يزي يبقى مدين. تحط فيهم في الخزينة أو في البنك يزيد يبقى مدين. تسحب منه، تاخد منه من الاتنين ينقصوا يبقوا دينين. دي البداية كده. يبقى نحط فلوس في الخزينة تبقى الخزينة مدينة، نسحب من الخزينة يبقى الخزينة ايه؟ دائنة. كذلك لما نودي فلوس للبنك ماشي، يبقى رصيدنا اللي في البنك بيزيد، يبقى حساب البنك، لان الاتنين حسابات حقيقية، وقلنا الحسابات الحقيقية لو زادت تبقى مدينة، لو نقصت يبقى ايه؟ دينة. دي البداية اللي احنا عايزين ايه؟ نتكلم عليها ان شاء الله تفهموها معانا. طيب، اول موضوع النهاردة هنتكلم عليه الديون المعدومة. ايه هي الديون المعدومة؟ بص التعريف كده بيقول: هي الديون التي فقد الامل في تحصيلها. فقد الامل، ايوه، يعني ما فيش امل تتحصل. لا، ليه بقى؟ بسبب اشهار افلاس العميل او وفاته. هنقول لك يعني اشهار افلاس العميل او وفاته بدون ان يترك اموال لسداد ايه؟ ديونه. انا لي عند عميل اسمه كامل، لي عنده 20,000 جنيه، وبقاله فترة ما بيجيش يصدق، تمام كده؟ ولظروف ما حصل عنده شوية مشاكل مالية، تمام كده؟ فالمحكمة أشهرت إفلاسه. أشهرت إيه؟ إفلاسه. فالمحكمة اتصلت بي قالت لي: أنت لك عند فلان الفلاني فلوس؟ قلت لهم: أيوة، لي عنده 20,000 جنيه. هتقول لي حاجة من اتنين: يا تقول لي الله يعوض عليك فيهم كلهم، الله يعوض عليك، ده فلس وما لقيناش حلته حاجة خالص، يعوض عليك ربنا في العشرين ألف كلهم، وبالتالي أصبحوا العشرين ألف دي ديون إيه؟ معدومة. عارفين كلمة معدومة يعني إيه؟ زي الشخص اللي اتحكم عليه بالإعدام، يعني خلاص مفيش أمل إنه يرجع تاني، تمام؟ طيب، إما إن المحكمة تقول لي كل فلوسك راحت عليك، يبقى المبلغ كل ديون معدومة، أو تقول لي: بص يا سيدي، احنا حجزنا على بعض حاجات عنده وبعناها في مزاد ووزعنا الفلوس كالآتي: انت لك كام؟ قلت لهم: ليه عندي 20,000 جنيه. قالوا لي: هتاخد 12 فقط، والتمانية الباقيين ربنا يعوض عليك فيهم. يبقى العشرين اللي ليه عند الشخص ده ماشي، هنحصل جزء ونعدم جزء اخر، تمام؟ يبقى هم حالتين: يا نعدم المبلغ كله بالكامل، يا نحصل جزء ونعدم جزء. يبقى نشوف بقى الديون المعدومة: هي الديون التي فقد الأمل في تحصيلها بسبب إشهار إفلاس العميل
أو وفاته بدون أن يترك أموال لسداد إيه ديونه. يبقى الحالة الأولى إشهار إفلاس، يا الراجل توفاه الله في ذمة الله ومات وما سابش وراه حاجة خالص، يبقى فلوسنا اللي عنده كلها خلاص ماتت أصبحت ديون إيه معدومة. طيب هنشوف دلوقتي تمرين نغطي فيه الموضوعات اللي احنا عايزين نشرحها النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين بيقول إيه؟ العمليات الآتية تمت في دفاتر محلات السعادة، تمام؟ يوم 1/3 أفلس العميل أحمد حسام. أول ما تلاقي كلمة أفلس أو أعدم دين يبقى تقول لي في ديون معدومة هنا. أفلس العميل أحمد حسام وكان مدينا بمبلغ 10,000 جنيه ولم يتمكن إلا من تحصيل مبلغ 6,000 جنيه واعتبر الباقي دين ايه معدوم. يعني احنا لنا عند احمد حسام 10,000 جنيه، تمام؟ اللي حصلناه منه كام؟ 6. طب والاربعه الباقيين؟ يبقى ديون معدومه. وخد بالك الديون المعدومه خساره، والخساره مدينه زيها زي المصروفات. اذا انا دلوقتي عندي حاجتين، هنحصل 6,000 جنيه نحطهم في الخزينه، والاربعه الباقيين اعتبرناهم دين ايه معدوم. يبقى هنقول من مذكورين، حساب الخزينه 6,000، حساب الديون المعدومه 4، الى حساب مين؟ احمد حسام. ويبقى كده قفلنا حساب مين؟ احمد حسام. ده القيد الاول. ودلوقتي هتشوف الحل بتاعه هنا اهو. 3-3 سددت المنشأة المصروفات الآتية نقدا. ركز بقى على حاجة، كلمة سددت يعني دفعت، وفي الآخر نقدا، نقدا تحط في دماغك كده إن في فلوس طلعت من الخزينة. سددت نقدا يعني معناها هتمد ليها تطلع فلوس من الخزينة. يبقى سددت نقدا ماشي، يبقى الخزينة هتنقص، تقول لي إلى حساب الخزينة. الى داين تحت. طب ايه المدي؟ كل المصروفات اللي انا هنصرفها. جميل. طيب يبقى سددت المنشاه المصروفات التي هي نقدا 3,000 جنيه اجور، 2000 جنيه ايجار، 1000 اعلاء، 500 تامين حريق، ادي اربع مصروفاتهم، ان شاء الله يكونوا 1000 مصروف. هتحطهم لي تحت بعض كده وتقول لي من مذكورين. يعني بص يعني ايه؟ يعني طلع من الخزنه مره 3,000 جنيه اجور، وطلع مره ثانيه 2000 جنيه ايجار، وطلع مره ثالثه 1000 جنيه اعلاء، ومره رابعه طلع 400-500 جنيه تامين حريق. يبقى دي 1-2-3-4، فبنقول من مذكورين. حساب الاجور، حساب الايجار تحت بعض كده، من مذكورين، حساب الأجور، حساب الإيجار، حساب الإعلان، حساب تأمين حريق، ها؟ إلى حساب الخزينة. هنجمع 3,000 زائد 2000، أدي 5، ودي 1000، 6,500، يبقى إلى حساب الخزينة 6,000 وإيه؟ 500. ركز معايا، أنت قلت هنا سددت نقدا يبقى إلى حساب الخزينة. طب شوف بقى اللي جاي وراها، 7-3 حصلت يعني فلوس داخلة، اهي فلوس جاية، اهي هتاخد فلوس في ايديها كده، اهي حصلت المنشأة الآتي نقدا. دي كده فلوس داخلة المنشأة، حصلت نقدا يبقى من حساب الخزينة. ركز معايا، قال لي سددت نقدا، قلت إلى الخزينة، يبقى الخزينة نزلت تحت. أما حصلت نقدا يبقى من حساب الخزينة. طب ادي مين؟ اللي هو الطرف المديء. فين الطرف الداين؟ الحسابات اللي هيديها لك. حصلت المنشاه الاتي نقدا 6,000 جنيه ايراد عقار، يعني دي دخل الخزينه 6,000 جنيه ايراد عقار، مأجرين عقار، تمام؟ وجانا منه ايراد 6,000 جنيه. 4,000 جنيه ايراد اوراق ماليه، لنا اوراق ماليه في البورصه، اسهم وسندات، كسبت 4,000 جنيه جات لنا، يبقى جانا 6,000 جنيه وجانا كمان 4,000 جنيه، تمام؟ العشر هيتحطوا فين؟ في الخزينه. يبقى هنقول له من حساب الخزينه الى مذكورين، عكس القيد اللي فوق. اللي فوق كنت بقول من مذكورين الى الخزينه، لا هنا من حساب الخزينه الى مذكورين. ايراد عقار 6 و4,000 وإيراد أوراق إيه مالية، والخزينة يبقى 10، يبقى من حساب الخزينة إلى مذكورين. إيراد عقار 6 وإيراد أوراق مالية كام؟ 4. طيب 9-3
بلغت المبيعات الايه النقديه، بالله عليك خد بالك من اللفظ ده، بلغت المبيعات الايه النقديه، يعني بعنا وقبضنا فلوسنا، مبيعات نقديه يعني بعنا واخدنا فلوسنا خلاص. تقول لي طيب صح، هنقول من الخزين قال المبيعات صح، بس هنا في نقطه بقى، في نقطه، بلغت المبيعات النقديه 20,000 جنيه، جميل، يستحق عنها ضريبه مبيعات قدرها 10%. دي الحكومه فرض على الشركات والمؤسسات ضريبه مبيعات كده 10%، يعني بتقول لنا كده اي حاجه تبيعوها حصلوا عليها نسبه 10% لمصلحه الضرائب. يعني انا لو خدت منك بعت لك ب100 جنيه ومعاهم ضريبه 5 جنيه، هناخد منك 105، ال100 دول بتوعي تمن بضاعتي يخصوني، والخمسه هنوردهم لمصلحه الضرائب. فهمت الفكره عن ايه؟ تاني، بلغت المبيعات النقديه 20,000 جنيه، عرف لو كده بس هنقول من حساب الخزينه لحساب المبيعات، خلصنا. لكن اللي يستحق عنها ضريبه مبيعات قدرها 10%. طب شوف انا عامل لك تحت ايه؟ ضريبه المبيعات بتساوي 20,000 في 10 على 100 2000 جنيه. يعني معناها ان انا بعت لك ب 20,000 جنيه وهناخد منك كمان ضريبه 2000 جنيه، يبقى هناخد ايه؟ منك 22,000 جنيه. طب ال 22 دول بتوع ايه؟ مبيعات وضريبه. طب القيد هيبقى ايه؟ من حساب الخزينه بس بكام؟ ب 22، ال 20 زاد ال 2، من حساب الخزينه الى مذكورين، حساب المبيعات 20,000 جنيه وحساب ضريبه المبيعات 2000 جنيه. تاني يبقى بص انا بقول لك لو اصلا ما فيش ضريبه هنقول من حساب الخزينه الى المبيعات 20 20، قال لك لا خد 2000 جنيه منه، خدها خليها معاك دلوقتي. يبقى انا بيع له ب 20 واديتني 22، هتحطه في الخزينه بس اقسمهم فرعين، مبيعات ب 20 وضريبه مبيعات بكام؟ ب 2. يبقى هنا من حساب الخزينه الى مذكورين، حساب المبيعات 20,000 وضريبه المبيعات كام؟ 2000 جنيه. تمام كده؟ جميل. 12-3، تم سداد ضريبة المبيعات المستحقة عن عملية 9-3 إلى مصلحة الضرائب بشيك. الله، ده أنا ملحقتش نتهنى بالألفين جنيه اللي أنا أخدهم ضريبة مبيعات، ما هم مش بتوعي، دول بتوع الحكومة، بتوع الدولة، بتوع مصلحة الضرائب. اتصلت بيا مصلحة الضرائب قالت لي يلا بسرعة ابعت لي بشيك الألفين جنيه اللي انت محصلهم يوم 9-3. يبقى 12-3 تم سداد ضريبة المبيعات المستحقة، وما اقولكش المبلغ كام، ما انت حسبها 2000 جنيه اهو. تم سداد ضريبة المبيعات المستحقة عن عملية 9-3 الى مين؟ مصلحة الضرائب، بس سددناهم ايه؟ قالك بشيك. بص حبيبي كده لحد ما نشرح دلوقتي موضوع الشيكات، تسدد بشيك تقول الى حساب البنك، ما انا قلت لك الخزينه والبنك حصلت ايه خلاص كده، تحط فيهم يزيد وتاخد منهم ينقصوا، يبقى انا سددت بايه؟ بشيك. يبقى هنقول له لحساب البنك. طب ايه الطرف المدين؟ من حساب ضريبه المبيعات الى حساب البنك، من حساب ضريبه المبيعات الى حساب الايه؟ البنك. تمام ماشي. اخر عمليه 15-3، بلغت المبيعات 30,000 جنيه بموجب بطاقات ائتمان صادرة من بنك مصر. خد بالك من كلمة واحدة، المرة دي احنا بعنا ب 30,000 جنيه ماشي، لا قال لي نقدة ولا قال لي بشيء ولا قال لي على الحساب ولا بالأجل، أمال قال لي بموجب بطاقات ائتمان. طب البطاقات دي صادرة منين؟ من بنك مصر. أول ما تلاقي بطاقات ائتمان وصدر من بنك تعتبرها خزينة، أول ما تلاقي بطاقات ائتمان وصدر من بنك تعتبرها خزينة، زيها زي المبيعات النقدية. يبقى القيد إيه بقى؟ من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات 30,000 30,000. المطلوب إيه بقى؟ إجراء قيود اليومية اللازمة، انا ناقشتها وحلتها معاكم اهو، 2 تصوير حساب الايه؟ الخزينه. تمام، انا ناقشت الحل معاكم، يلا بينا بقى ننقل بقى ايه
على حل التمرين من خلال دفتر اليومية. يلا جماعة دلوقتي حل التمرين السابق أنا ناقشته حليته معاكم، هنشوف واحدة واحدة كده. كان بيقول لي 1-3 مين؟ أفلس العميل أحمد حسام، أحمد حسام وأفلس، وكان مدينا بمبلغ كام؟ 10,000 جنيه، تمام، ولم يتمكن من تحصيل إلا 6,000 جنيه. يبقى 6,000 جنيه اللي حصلناهم هم حطناهم في الخزينة. طب والأربعة التانيين سميناهم ديون معدومة وقفلنا لغينا حساب مين؟ أحمد حسام. يبقى القيد 1-3 من مذكورين، حساب الخزينة، حساب الديون المعدومة إلى حساب مين؟ أحمد حسام. طيب يوم 3-3 قال لي إيه؟ سددت المنشأة المصروفات الآتية نقدا. قلت لك سددت نقدا هتنزل إلى حساب الخزينة تحت وتحط المصروفات كلها فوق وتقول من مذكورين. يبقى من مذكورين حساب الأجور أدي 3,000 جنيه، حساب الإيجار 2,000 جنيه، حساب الإعلان 1,000 جنيه، حساب تأمين حريق 500 جنيه. كل دولي خرجوا من الخزينة هتجمعهم عاملين 6,500 جنيه. يبقى من مذكورين الأربعة دولي إلى حساب الخزينة 6,500 جنيه، تمام. يوم 7-3 عملية عكسية، 3-3 كان سداد مصروفات، 7-3 تحصيل إيرادات، حصلت نقدا يبقى الخزينة زادت، يبقى الخزينة مدينة. بيقول لي حصلت المنشأة الآتي نقدا، حصلت إيه؟ 6,000 جنيه إيراد عقاء و 4,000 جنيه إيراد أوراق مالية. الستة والأربعة دول 10 راحوا فين؟ دخلوا الخزينة. يبقى من حساب الخزينة إلى مذكورين إيراد عقار 6 وإيراد أوراق مالية كام؟ 4، تمام. يوم 9-3 أهو بيقول لي بلغت المبيعات النقدية 20,000 جنيه يستحق عنها ضريبة مبيعات قدرها كام؟ 10%. حسبنا ضريبة المبيعات بره 20,000 في 10 على 100 ب 2,000 جنيه. يبقى أنا بحت للراجل ده ب 20,000 أهي مبيعات أهي، وأخدت منه ضريبة 2، أدي 20 وأدي ال 2 أهو أهو، راحوا فين؟ راحوا الخزينة. يبقى من حساب الخزينة إلى مذكورين حساب المبيعات 20,000، تمام، وحساب ضريبة المبيعات 2,000 جنيه. يبقى من الخزينة 22، وخد بالك 22 مش بتوعنا كلهم، احنا لنا 20 والاتنين دول ال 2000 دول بتوع مصلحة الايه؟ الضرائب، اسمها ضريبة المبيعات، ضريبة الايه؟ المبيعات، تمام. ده يوم 9-3. 12-3 تم سداد ضريبة المبيعات المستحقة عن عملية 9-3 إلى مصلحة الضرائب، بس بشيك. ال 2000 جنيه دولي وردناهم لمصلحة الضرائب بشيك، يعني سحبنا شيك من ايه؟ فلوسنا اللي في البنك. فقلنا ايه؟ ابص هنا ضريبة المبيعات كدينا عشان نلغيها نخليها مدينة اهو. يبقى من حساب ضريبة المبيعات إلى حساب البنك. ليه البنك؟ لأنها بشيك. آخر عملية 15-3 بلغت المبيعات 30,000 جنيه بموجب بطاقات ائتمان صادرة من بنك مصر. قلت لك أول ما تلاقي بطاقات ائتمان وصادرة من بنك تقول الخزينة على طول. يبقى من حساب الخزينة إلى حساب الإيه؟ المبيعات. آدي قيودي اليومية، تمام. خلصنا كده قيودي اليومية. عايزين من قيودي اليومية دي ها نصور إيه؟ نصور حساب الخزينة. عايزين نصور حساب الخزينة تاني مرة، نشرح دفتر الأستاذ. بص يا حبيبي، انتوا بتستصعبوا دفتر الأستاذ ليه؟ مفهوش صعب ولا حاجة، افهم الفكرة بس. انت عايز مني نصور حساب الايه؟ الخزينة. زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، اول حاجة تحدد موقع حساب الخزينة في كل القيود اللي عندك. طيب القيد الاول في كلمة الخزينة، ايوة انا عامل سهم اهو اهو، حلو كده. الخزينة هنا مالها؟ مدينة، مش كده؟ الدائن بتاعها ايه؟ احمد حسام. الخزينة مدينة اهي، الدائن الطرف الدائن بتاع احمد حسام، بس هنحط المبلغ اللي قدام الخزينة، تمام. انا لسه ما قلتش حاجة. طب القيد التاني، الخزينة مالها هنا؟ دائن اهي، دائن الى المدين بتاعها ايه؟ من مذكورين بالمبلغ اللي قدام الخزينة اللي هو 6,500. طيب القيد الثالث، من حساب الخزينة، الخزينة هنا ايه؟ مدينة، مدينة الطرف الدائن الى مذكورين. ولما نقول الى مذكورين ما نذكرش بقى ايراد عقار وايراد اوراق مالية، ان شاء الله يكونوا 100 حساب، نقول الى مذكورين.
القيد الرابع الخزينة برضو هنا مدينة هي من حساب الخزينة، تمام؟ يعني الخزينة مدينة، إيه الدين بتاعها برضو إلى مذكورين، هنا ما فيش خزينة. القيد الأخير هو من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات، الخزينة مدينة، الطرف الديني حساب المبيعات. أنا موضح أهو، تعال بقى نصور حساب الخزينة أهو، أدي مدين ودي دايق، أدي تصوير حساب الخزينة. أي حساب عايز تصوره اسمه دفتر أستاذ، مدين ودايق، المبلغ البيان التاريخ، المبلغ البيان التاريخ، أدي ثلاث خانات تبع المدين وثلاث خانات تبع الايه الدايق، ماشي حبيبي؟ طيب خد بالك كلمه مدين دي يعني اسمها اكنها من حساب الخزينه، يعني الجزء ده من حساب الخزينه. انزل بقى الى تحت من المدين تقول الى، انت بتقول لي اول حاجه من حساب الخزينه الى حساب مين؟ احمد حسام. يبقى الى احمد حسام. تقول لي بس يا استاذ حسن عند احمد حسام 10000 جنيه. انا بقول لك انا عايز نصيب الخزينه، يعني الخزينة دخل منها أو دخل فيها فلوس قد إيه من أحمد حسام؟ تقولي 6000 جنيه، يبقى إلى حساب أحمد حسام دي 6000 جنيه. ما فهمتش دي؟ طيب شوف التانية. هنا الخزينة فين؟ دينة. دينة يبقى روح على هنا عند الدينة أهو. الخزينة دينة أهي أهي أهي. عند الدين تنزل تقول إيه هنا المدين. طب الخزينة دينة أهي بكام؟ ب 6500، هنحط 6500 اهي. ايه المدين بتاعها؟ من مذكورين. يبقى من مذكورين اهي، اكيد من مذكورين الى حساب الخزينه 6500. جميل؟ طيب بعد كده الخزينه هنا مالها؟ مدينه. تقول لي اهو شوف صبعي اهو مدينه اهي على طول اهي، اكنها من حساب الخزينه الى ايه؟ الى مذكورين، الى مذكورين اهو بالمبلغ اللي عند الخزينه اللي هو 10000 جنيه اهو. تمام؟ طيب جميل. اللي بعديها 7-3 اهي، 9-3 برضو الخزينة مدينة. تقول لي اهو على طول اهو خزينة مدينة اهي عند مدين، مش كده؟ ومبلغها كام؟ 22000 جنيه. ايه الدين بتاعها؟ الى مذكورين. يبقى كأنها من حساب الخزينة الى مذكورين بالمبلغ اللي قدام الخزينة 22000 جنيه. جميل؟ طيب قلنا هنا ايه مفيش. القيد الاخير 15-3 ها من حساب الخزينه. تقول لي على طول اهو من حساب الخزينه انزل الى حساب المبيعات 30000 جنيه. جميل؟ جميل جدا. بص بحرف عينك اصبح عددي 6000 ودي 10000 و22 و30، وهنا ما فيش غير المبلغ اليتيم ده 6500. قلت لك المره اللي فاتت حساب الخزينه لازم وحتما ولا بد يكون الطرف المدين مجموعه اكبر من الطرف الدايق، عشان كده دلوقتي انا هنجمع كل دول اهو هنجمع دولي. ادي 6 16 16 وادي 22 38 و30 68000 جنيه اهو، دولي 68000 جنيه. بص صبعي 68000 جنيه هنجيبه من نيلهم هنا اهو، المجموع ده اهو 68 هنجيبهم 68. جميل؟ ما عنديش هنا غير كام؟ 6500. زي ما قلت المرة فاتت اكنك بتقول كده اهو 68000 ناقص 6000 وكام و500 هيديني المتمم 61500 اللي هو اهو اهو. يعني لازم الاثنين اللي هنا دولي يساوي ال 68. ايوه، يبقى نقول له 68000 ناقص 6500 هيديني رصيد مرحل 61500، وانا حاطه هنا مرحل نروح عامل سهم وجايبه الناحيه الثانيه هنا تحت اسمه رصيد ايه؟ منقول. ده تصوير حساب الخزينه لتاني مره، وكده يعتبر شرحنا دفتر الاستاذ على اكمل وجه. تمام؟ ناخد بقى الجزء الثالث والاخير في موضوعنا النهارده اللي هو موضوع الشيكات. طيب هنتكلم دلوقتي على موضوع مهم وحيوي اللي هو موضوع الشيكات من طرق وفاء الديون. افهم لي بس في الاول كده كلمه شيكات. انا عندي الشيكات نوعين، يا حاجه اسمها شيكات صادره، ومعنى صادره يعني خارجه من المنشاه، طلع من عندنا بره، راح بره، يا شيكات وارده. وارده يعني دخلنا هل علينا، يا شيكات صادره طالعه من المنشاه، يا شيكات ايه؟ وارده. طيب جميل، هنتعامل مع الشيكات ازاي؟ هنغطي لكم الحالات كلها من التمرين اللي هناخده دلوقتي اهو.
امتى الشيك اللي يجيلي ناخده ونحطه في الخزينة ونعتبره وكأنه فلوس، وامتى يجيلي شيك ونبعته للبنك يتحط في البنك، وامتى يجيلي شيك ونبعته للبنك ونقوله يا بنك تولى نيابة عني تحصيله، حصله لي، ولما انت تجيب قيمته تمام كده اخصم لنفسك المصاريف والعمولة بتاعتك وصافي المبلغ دفهولي في رصيد اللي عندك. فنمشي واحدة واحدة بقى مع الشيكات. بسم الله الرحمن الرحيم، تمرين على الشيكات. اول نقطة هنا ما كتبتش تواريخ، نعتبر العملية دي رقم واحد. تم سحب مبلغ 5000 جنيه من البنك وودعت الخزينة. خد بالك معايا، تم ايه؟ سحب. اول ما هتلاقي سحب تقول لي حسام مسحوبات يا استاذ حسن. ايه ده حبيبي شوية، ايه ده؟ في حاجة، في فرق بين المسحوبات وحاجة اسمها التحويلات، وهنفهمك دلوقتي يعني التحويلات. في مثل بلدي احنا بنقولوه، حاجة اسمها المليانة تكب على الفاضية، يعني اللي معاه يدي للي معهوش. ايه اللي حصل؟ افهم معايا. بنفتح الدرج كده، بنفتح الخزنة، لقيت الخزنة فاضية مفيش فلوس. طب احنا محتاجين فلوس، رحت عامل ايه؟ رحت محرر يعني كاتب شيك هتاخده في السكرتيريا العربي الكلام ده كله، تمام، وهشرحه لكم انا ان شاء الله. رحت محرر شيك كده ماشي وبعته البنك وجبت كام؟ 5000 جنيه. جبتهم منين بقى؟ ركز، من الحصاله بتاعت اللي هناك اللي في البنك. تقول لي يبقى رصيدي اللي في البنك هناك ناقص والخزنه بتاعتي ايه؟ زادت. ادي معناه مليانه تكب على الفاضيه، يعني اللي معاه يدي اللي معهوش. بص حبيبي تمام، عشان بس مش اول ما تلاقي سحبه تقول لي مسحوبات، لا، تم سحب مبلغ 5000 جنيه منين؟ من البنك. يبقى البنك ناقص، ناقص يبقى ايه؟ ضايق. وودعت الخزينه، يبقى الخزينه مالها؟ زادت، تبقى مدينه. القيد اهو، اهو دي العمليه الاولى، من حساب الخزينه الى حساب البنك. يبقى الخزينه زادت ب5000 جنيه والبنك نقص بخمسه، دي بنسموها في المحاسبه تحويلات. النقطه الثانيه، ورد شيك، ورد يعني دخل لنا، الشيكات الوارده ماشي، الخير على قدوم الواردي، او ورد شيك من فؤاد بمبلغ 8000 جنيه تم ارساله للبنك مباشره. واحد اسمه فؤاد لنا عنده 8000 جنيه راح جايب لنا شيك، تمام كده، اخذنا من ايده الشيك واحنا واقفين لقينا المندوب بتاعنا اللي بيتعامل مع البنك واقف، قلنا له ايه؟ خد يا عم الشيك ده وديه البنك. خد الشيك ده وديه فين؟ البنك. خد بالك كده، فؤاد حسابه اتلغى، اتقفل، ملناش حاجه عنده. يبقى القيد ايه؟ من حساب البنك الى حساب فؤاد، من حساب لا. بص اسمه ايه؟ تم ارساله للبنك مباشره. يبقى ورد شيك من فؤاد بمبلغ 8000 جنيه تم ارساله للبنك مباشره، يبقى من حساب البنك الى حساب فؤاد 8000 جنيه. 8000 جنيه دي العمليه 2. شوف العمليه 3، ورد شيك من سامح عادل، واحد تاني اسمه سامح عادل، جانا منه شيك ب 7000 جنيه، بس المره دي ايه؟ ارسل للبنك للتحصيل. الله يبارك لكم، خد بالك من اللفظ اللي جاي، ارسل للبنك للايه؟ للتحصيل. الحته اللي انا لسه قايلها من شويه، الشيك ده احنا بعتناه للبنك وقلنا للبنك تولى يا بنك تحصيل نيابه عنا، ولما انت تجيب الفلوس دي تمام كده اخصم مصاريفك وعمولتك ماشي، والصافي حطهن في حسابنا اللي عندك اللي في البنك اللي في الحصاله بتاعتنا. فطالما لقيت اللفظ ده ارسل للبنك للتحصيل، اعرف زي اسمك. هتقول لي يا استاذ حسن بص انا مغمض كده، من حساب شيكات تحت التحصيل. من حساب شيكات تحت التحصيل، من حساب شيكات تحت التحصيل، المره الرابعه من حساب شيكات تحت التحصيل. ولما الشيك ده يتحصل هتعكس تقول الى حساب شيكات تحت التحصيل. طيب فكأن حساب شيكات تحت التحصيل ده اسمه حساب وسيط. وسيط يعني مره نخليه مدين ومره نخليه داين عشان نلغيه. يبقى ورد شيك من سامح عادل بمبلغ 7000 جنيه ارسله للبنك للايه؟ للتحصيل. دي عمليه رقم كام؟ 3. بص القيد،
من حساب شيكات تحت التحصيل إلى حساب سامح عادل 7000 7000. ركز إن إحنا لنا هو شيك عند البنك لسه، عارف يعني كلمة تحت التحصيل؟ يعني قد يحصل وقد يرفض، ماشي، قد يحصل وتيجي فلوسه، أو إيه صاحب الشيك يرفض يقول لك لما تكونش حاجة عندنا مش دافع. جميل. بص النقطة 4 بقى، ورد اختار من البنك يفي تحصيل شيك سامح عادل، الحمد لله البنك بعت لنا قال لنا حصلت لكم الشيك بتاع مين؟ سامح عادل اللي احنا لسه بنمره 3 كنا بعتينه للتحصيل اللي هو بكام؟ ب 7000 جنيه. وخد بالك انا ما اقولكش المبلغ كام. ورد اختار من البنك يفيد تحصيل شيك سامح عادل واضافه القيمه للحساب الجاري بعد خصم 20 جنيه عموله ومصاريف تحصيل. البنك اتصل بنا قال لنا الشيك بتاع سامح عادل اللي انتوا كنتوا بعتينه لي حصلوا لكم، حصلته تمام، بس اخدت مصاريفي وعمولتي 20 جنيه. نقول له يا عم كتر الف خيرك تشكر. طب وبقيت ال 7000 جنيه 6980؟ يقول لي حطيته لكم في الحساب الجاري في الحصاله بتاعتكم اللي عندي. يبقى حطينا 6980 وخصم لنفسه 20 جنيه مصاريف وايه؟ وعموله. وهنلغي الحساب الوسيط اللي هو كان اسمه شيكات تحت الايه؟ التحصيل. طيب بص يا حبيبي، يبقى بص بقى من مذكورين اهي، حساب البنك وحساب مصاريف وعمول التحصيل من مذكورين، البنك 6980، حساب مصاريف وعمول التحصيل 20، الى حساب شيكات تحت التحصيل 7000. بص بطرف عينك، شيكات تحت التحصيل كانت هنا مدينه اهي، خليتها هنا دينه لانه حساب وسيط. عارف وسيط يعني ايه؟ اكنك موسط واحد يحل مشكله، وبعد ما يحل المشكله نقول له كتر خيرك دورك كده انتهى. يبقى من مذكورين البنك 6980. تقول لي جت منين يا استاذ؟ يا حبيبي ما هو 7000 جنيه طرحنا منهم ال 20 جنيه المصاريف والعموله، يديني 6980. يبقى من مذكورين حساب البنك 6980، حساب ميم يعني مصاريف وعمول التحصيل 20، الى حساب شيكات تحت التحصيل كام؟ 7000 جنيه. تمام. النقطه اللي بعد كده، تسلمت المنشاه شيك، تسلمت يعني جالها شيك بمبلغ 4000 جنيه من مين؟ من خليل، واحد اسمه خليل. سلمنا قبل المنشاه شيك بكام؟ 4000 جنيه. عملت في ايه بقى؟ هنا كنا بنقول ايه؟ تم ارساله للبنك مباشره، واللي بعدها ارسله للبنك للتحصيل. لا، المره دي الشيك ده اودي على الخزينه. اودي على ايه؟ الخزينه. حته الورقه دي حطيناها في الخزينه. ايوه، هنا بيقول لك الشيك بيعامل معامله نقديه، اكن حته الورقه دي اتحولت بقدره ربنا كده لفلوس. لفلوس. يبقى الشيك لما ناخده ونحطه في الخزينه بنعتبره كانه حساب خزينه. ايوه. تاني، تسلمت المنشاه شيك بمبلغ 4000 جنيه من خليل وودي على الخزينه، القيد الخامس اهو، من حساب الخزينه الى حساب خليل. القيد الاخير، تم سداد، المره دي احنا اللي سددنا، مبلغ 19000 جنيه للمورد كامل بشيك على بنك مصر. واحد اسمه كامل، كلمة مورد يعني بيورد لنا البضاعة، يعني بيبعت لنا بضاعة، يعني الدائن، يعني اللي له عندنا فلوس. جانا لحد الايه؟ الشركة، وقال يا جماعة أنا عايز فلوسي اللي عندكم. طب لك كام يا عم كامل؟ قال لي 19000 جنيه. قلنا له لو سمحت لحظة، احنا مطلعين دفتر الشيكات ورحنا محررين له، يعني كاتبين له شيك ب 19000 جنيه، وقلنا له اتفضل خد الشيك ده وروح اصرفه من البنك. صرفه منين؟ من البنك. يبقى القيد من حساب كامل الى حساب البنك. وبكده نكون انهينا الحصه بتاعه النهارده اللي هي الحصه الرابعه، شرحنا فيها 3 موضوعات، الديون المعدومه تمام، وشرحنا المصروفات والايرادات مع طرق وفاء الديون، وانتهينا بالشيكات. بكده يكون اتممنا جزء لا باس به، جزء كويس قوي، وقدامنا بالكتير 3-4 حصص ان شاء الله في محاسبه سنه اولى، وننهي لكم منهج الترم الاول على خير وسلام ان شاء الله، ونلتقي بكم في الحلقات القادمه.